وأجرت موفدة التلفزيون المصري إيمان منصور لقاء خاصا مع الدكتور حسام شرقاوي مدير مكتب الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أكد أن أزمة المناخ أحد الأسباب الرئيسية في الكوارث التي تحدث في العالم، خاصة دول المنطقة التي تشهد معاناة جراء تلك الظاهرة. فعالياتها وورش عملها وكافة الأنشطة التي تجري في أروقتها لا تتعلق فقط بالعمل السياسي والنقاشات والمفاوضات الرسمية، وإنما هناك جانب إنساني أيضا على هامش هذه القمة من قبل المؤسسات والمنظمات المعنية بالشؤون الإنسانية، لأننا نتحدث عن ملف هو في النهاية له تأثير مباشر وسلبي على البشرية، ملف التغيرات المناخية. معنا الآن الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولهم أنشطة فعالة داخل أروقة كوب 27. دكتور حسام الشرقاوي، أهلا بك معنا على شاشة التلفزيون المصري، ودعنا نتحدث عن مشاركتكم في فعاليات القمة. أهلا، أهلا فيكم. مشاركتكم من خلال منظمة الصليب الأحمر في فعاليات القمة. إحنا تركيزنا أساسا وأولا على العمل الإنساني. أزمة المناخ الآن تتداخل في كل شيء في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية هلأ لها كوارث في كل العالم، والكوارث تؤدي إلى معاناة إنسانية. دورنا كاتحاد دولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر إنه نتأكد إنه المواطن العادي، العائلة العادية في القرى، في المناطق المهمشة، في داخل كثير من المدن التي تتأثر في هذه الكوارث، تصلها المعونات والمساعدة والدعم بشكل سريع وفوري بقدر الإمكان. في زياراتي للمنطقة خلال بس الأشهر الماضية، اليمن، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، اللي بنشوفه معاناة، معاناة من عائلات عادية جدا، إنها توفر مياه للشرب، أكل، علاج. هذا العائلة لما تشوف الأخبار على المؤتمر المناخي اللي نحضره إحنا، لازم تتساءل كيف هذا حيأثر علي إيجابيا. صحيح، وهذا دورنا كاللي بنسميها الـ IFRC. طيب خلينا نقترب من هذا الدور. دكتور، المواطن العادي كيف يستفيد من عملكم في مواجهة أثار التغيرات المناخية؟ هل يعني أماكن توجهكم فقط للمناطق المنكوبة سياسيا، ولا كمان في إضافة للمناطق التي تتعرض لكوارث مناخية؟ أي دولة، أي منطقة داخل الدولة متأثرة في كوارث طبيعية مناخية أو حتى غير مناخية أو أزمات أو صراعات، إلنا تواجد من خلال الجمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في الدولة هاي لمساعدتهم. وبدي أشكر دولة مصر والهلال الأحمر المصري في مصر لدورهم الفعال، مش بس في استضافة المؤتمر هذا، لكن ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر في زيادة رقعة العمل الإنساني. جزء من الدعم بيأتي منا، وجزء من الدعم بيأتي من ممولين آخرين ومن الدولة نفسها، وهذا مهم جدا. فالعائلة العادية لازم تتوقع منا إنه وتعرف إنه في ناس بتهتم فيهم وبتسأل، إنه يعني أنا رجعت من اليمن متأثر جدا، إنها أطفال تموت من الجوع في الأشهر هاي، عائلات كاملة تعيش على جبال من القمامة عشان تأمن وجبة واحدة باليوم إذا استطاعوا. لإلنا كIFRC هذا غير مقبول، ونعمل ليلا نهارا نوصل الدعم إذا أمكن.
فرسالتنا هنا لجميع الدول أن الدعم الإنساني لا يكفي الموجود الآن، لازم يزيدوا منه، ولازم يعملوا تسهيلات للمنظمات الإنسانية منها جمعيات الهلال والصليب الأحمر أنها تفعل دورها أكثر وتكون شريك للحكومات وللسلطات المختصة في أن نوصل للناس والفئات المهمشة. هل لديكم الفرصة لدعم هذا المطلب هنا في كوب 27؟ جداً، وإن شاء الله خلال ساعات حنعلن عن مبادرة جديدة في مليار دولار لمئة دولة لخمسمائة مليون شخص إنها نوصل الدعم اللي كتير من الدول تحكي عنه في المؤتمر هذا للفئات المهمشة والناس المحتاجة مباشرة بدون سياسة بدون تأخير. الدعم لازم يوصل بشتى أنواعه مباشرة للناس، لأنه من حقهم أنه تغير المناخي هذا وتأثيره عليهم أنه يعرفوا أنه في حد داعمهم. طيب هذا الدعم هل يمكن أن تتوقع يعني حالة من التفاؤل بخصوصه، خاصة أنه ملف التمويل هو واحد من أهم أولويات كوب 27؟ جدا، ملف التمويل من أحد الأولويات، وملف التطبيق وتنفيذ الشعارات التي تم اتفاق عليها سابقا في عدة مؤتمرات. هاي كوب 27 اسمه 27 لأنه صلنا 27 سنة بنجتمع وبنحكي على نفس الأزمة، كل سنة نعطيها رقم. اللي الشيء الجميل اللي ركزت عليه دولة مصر في هذا المؤتمر، حان وقت التنفيذ. ما أحلانا وما أسهلها الواحد يعمل شعارات ويحكي حكي حلو، التنفيذ أهم شيء للعائلات هذه، وهذا دورنا. loss and damage أو الخسائر والأضرار، واحد أيضا من المصطلحات اللي ظهرت بقوة خلال فعاليات وجلسات كوب 27. إزاي يعني في رأيك يمكن استغلال هذه الحالة من التركيز إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بالخسائر والأضرار للدول اللي تضررت مناخيا؟ أكيد، وفي عدة طروحات إيجابية، والموضوع هذا جزء منه كبير سياسي ولن أتدخل في هذا. إحنا منظمة حيادية، لا نأخذ أطراف ولا نؤيد طرف ضد طرف. إحنا نتعامل مع التأثير الإنساني لعدم وجود مثلا الدعم للأضرار اللي دولة ممكن تسببها ضد دولة تانية مقصود أو غير مقصود، ما إلنا علاقة فيه. ولكن أنا سمعت طروحات إيجابية، وفي كتير هنا وفود بتحاول توجد حلول، هذا المهم. بالأخير العائلة المواطن العادي أو المواطنة العادية بدهم منا حلول وليس شعارات. طيب سؤال متكرر بطرحه على كل ضيوفي، ويعني هدفه أكيد إيصال صوت أهمية ما يحدث الآن في شرم الشيخ حرصاً على البشرية. إذا جاز لك إيصال رسالة إلى العالم عبر شاشتنا حول أثار التغيرات المناخية، ماذا تقول في هذه الرسالة؟ التغير المناخي وجد ولن ينتهي للأسف. دورنا الآن نتكيف كإنسانية وليس كدولة واحدة وسياسة واحدة، كإنسانية ككرة أرضية واحدة نتكيف ونعالج ونساعد بعض للتعامل في تأثيرات التغير المناخي. وصلنا هيك للأسف في 2022، مش هتطرق للأسباب، في كتير الناس بتحكي وعندها العلوم تتطرق للأسباب، ولكن اللي وصلنا له بحاجة لأنه نتصرف كالكرة الأرضية كدولة واحدة وكشعب واحد. نعم، يعني ربما يعني حديثك يترجم تصريح مهم لأنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنها معركة الإنسانية من أجل البقاء. أشكرك جزيلا الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. شكرا لكم. شكرا لكم.